هي توكل على الله حكيم. مقاربة الآفات العظمية. أكثر ما يتعامل أطباء الأشعة صراحة بالشكل الأساسي مع أطباء العظمية خاصة بالأشعة البسيطة، مع أطباء العصبية خاصة بموضوع الدماغ والرنين. لقراءة ومقاربة الآفات العظمية بالميز بين هل الآفة مصلبة للحواف أم حل الحواف. يهمنا عمر المريض، يهمنا توضع الآفة كمان. أصبح شوية بسيط، أما تكون الآفة منصلبة أو وضعت الحدود أو غير واضحة الحدود. يهمنا عمر المريض طبعا، في الأعمار الصغيرة بدنا نفكر بالساركومات، نون سفنج فايبروما، الورم الحبيبومي، كوندرومات، هنا من الآفات الأعمار الأكبر نفكر من أشتو ساركوما، تمار وورم إيوين ساركوما نشوفه أعمار أصغر. لكل موضوع الأورام نهندس كل ورم بالتفصيل. العمر الحدي هو 30 سنة تقريبا، ترى أقل من 30 سنة هو عمر الشباب، أكثر من 30 المخطط السابق نشوف هل الآفة محددة أم مصلبة، مرض أكبر أو أصغر، في أي عظم تتوضع، بالعظام الطويلة أو العظام القصيرة. يمنع عدد الآفات، يمنع هل يوجد ارتكاز سمحاقي. إذا دراسة الآفة العظمية لأن الحد الأولى كوصف شوائي نقول آفة محددة الحواف أو غير محددة الحواف. هل هي آفة مصلبة أم آفة مخربة، نافخ العظم ولا غير نافخ. توضعها هي مركزية بنقي العظم، هي جانب مركزية وباستمحاق الداخلي مثل الإنكودرومات أو بالقشر من توضع خارجي. هنا هل يوجد ارتكاز سمحاقي؟ كثير مهم وجود ارتكاز سمحاقي، وكثير مهم نحدد ارتكاز سمحاقي صفاته خبيث ولا سليم. تحديد ماهية الآفة، تحديد ماهية الآفة هنا كمان عمر المريض. يعني طبيب الشعاعي بدون قصة سريرية ما فينا نعمل أي شيء، بده يكون نعرف عمر المريض، نعرف القصة. وذلك لما كنا دراسات بالرنين المغناطيسي كنا نمسك طبارة وندرس المريض كامل، ناخذ قصة مثل قصة تاخذونها طلاب الطب أو أطباء الداخلية. المريض إذا ما عرفنا القصة المرضية الطبيب الشعاعي هو سريريا أولا، فلازم نعرف عمر المريض. يمنى كمان عدد الآفات، خلال المعلومات السابقة نتوجه إنه إيش الآفات السابقة، نتوجه إلى التشخيص التفريقي. قلنا هاي آفة مصلبة الحواف يعني كثف العظم، هاي الآفة غير محددة الحواف indefinite، أي آفة مصلبة الحواف والdefinite. طبعا هاي نون اسفنج فايبروما، هنا ورم الحبيبومي إيجوفين جرانيونوما، ورم الإيزوني الحبيبومي إيزينوفين جرانيونوما. شايفين ذات العظم والنقي كمان تعطي آفة مشابهة غير محددة الحواف، تعطي صفات الآفات الخبيثة ولكنها آفة التهابية. شايفين آفات الساركوما كيف ارتكاز سمحاقي في تخرب العظم وعدم وضوح الحواف.
كون اوف ترانزيشن الآفة الانتقالية. منطقة الانتقالية كلما كانت الآفة الانتقالية ضيقة بين النسيج المؤوف أو الفيل الآفة أو الورم وبين النسيج الطبيعي تصبح الحواف محددة. وكلما كانت ترانزيشن زون الآفة منطقة انتقالية عريضة معناتها الآفة غير محددة الحواف. عدة مفاتيح نستنتجها من الكلام السابق. المفتاح الأول تشير منطقة الانتقال الضيقة عند المرضى دون سن 30 لسلامتهم، يعني الآفة محددة الحواف. الأعمار أقل من 30 سنة إلى السلامة، وكمان عند الأعمار أكبر من 40 سنة وتكون منطقة ترانزيشن زون ترانزيشن ضيقة أو مصلبة الحواف أو واضحة الحواف كمان تشير إلى السلامة. الآفة غير واضحة الحدود تشير بشكل عام إلى ورم خبيث، لكن ممكن تكون ذات عظم ونقي، ممكن تكون الورم الإيزوفيل جرانينوما الورم الحبيبومي. إذا ليست كل آفة مبهمة الحواف هي آفة خبيثة. المفتاح الرابع تقلد ذات العظم والنقي والورم الحبيبومي الحامضي أي آفة سليمة أو خبيثة، أو يقلد الآفة الخبيثة بشكل عام. ما هو الارتكاز السمحاقي؟ السمحاق هو غشاء ليفي يلتصق بالقشرة العظمي من الخارج من الداخل عبر ألياف شاربي، يكون متين عند الكبار ورخون عند الصغار، ولذلك تشوفون كسر غصن النظير عند الأطفال يكون بسبب مثل طعجة بالقشرة العظمية. متى يحدث ارتكاز سمحاقي؟ أي تخريج أو تهيب أو التهاب أو رض على العظم ممكن يسبب لنا ارتكاز سمحاقي. ارتكاز سمحاقي لازم يميز إذا كان خبيث ولا سليم. ارتكاز السمحاقي السليم شكل الآفات الخبيثة لا يمكن أن تسبب ارتكاز سمحاقي سليم. الارتكاز السمحاقي السليم يشاهد فقط في الآفة السليمة. الآفات بطيئة النمو السمحاق يمتلق وقتا ليشكل نسيج عظمي جيد جديد ويعيش قولبة القشر قبل الشكل الطبيعي. سمات الارتكاز السمحاقي تخين حاد الطبقة منتظم متموج موازي لقشر العظم ويشبه الدشبد، يعني تكلس تقريبا موازي الارتكاز السمحاقي. أن السمحاق هو ألياف شاربي موازية العظم، أي رض أو التهاب بالعظم أو ورم أو التهاب ممكن شكلنا ارتكاز سمحاق. ارتكاز سمحاق عن تكلس موازي للقشرة العظمية محدد الحواف منتظم الحواف وحالة الطبقة. ارتكاز سمحاق الخبيث ممكن يكون عمودي متعدد طبقات صفائحي شائك ومتقطع، بينما السليم مستمر. كيف ارتكاز سمحاقي؟
ما يسمى مثلة كودمان، هذا مثلة كودمان السهم الأصفر. الأذية أو الآفة تدفع القشر العظمي أو السمحاق للأعلى يكلس ويتخرب، يعطينا ما يسمى بمثلة كودمان. ارتكاز سمحاقي مع القشر العظمي السليم يعطينا مثلثين بين قاعة المثلث غير واضحة لتشكل الآفة أو الورم العظمي. وقع الآفة إذا كانت توضع مركزي، نشك بالكيسة العظم البسيطة سوليتري بونسس أو كيسة أم الدم العظمية أنيوريزم بونسس، الحبيبوم الحامضي إيزوفين جرانيلوما، هو الحثل العظمي فايبرو ديستروي، ورم وظروف من سبط من كوندروم. إذن هاي التوضع الجانب المركزي ساركوما العظمية جنسن تيومر ومنون السفن فايبروما والإستوبلاستوما، هذا تكون جانب مركزي. كمان الورم الليفي المخاطر وظروفي والكوندروبلاستوما جانب مركزي. موضوع القشري نشوفه بالإستيد أستيوما، الورم العظموم العظمي العظماني أو العظموم العظماني أستيود أستيوما. موضع جانب قشري الورم الغضروف العظمي الأستيوكوندروما. الساركوما العظمية السمحاقية فهي تنشأ من السمحاق. فيبرولات الماتريكس تكون التكلسات ضمن الآفة العظمية مفتاحا هاما للتشخيص التفريقي. وهناك نوع التكلسات الغضروفية في الأورام الغضروفية مثل الورم الغضروفي المستبطن كوندروساركوما والإنكوندروما. يمكن أن نأخذ أشكال مختلفة من أقواس وحلقات تأخذ هذه التكلسات، أو حبات البوشار الهامرتوما، أو نقطية، أو كثافات شمعية أو مزغبة. التكلسات العظمية هي الأورام العظمية مثل الاستيودوستوما، الأورام العظمية المكلسة أو الاستيوساركوما، الاستيوساركوما يأتي بشكل ترابيخي في الأورام السليمة وغيمي غير منتظم في الأورام الخبيثة. قد يحدث تصلب ارتكاسي يوجه نحو الخباثة كما في ساركوما يونغ. سيفين آ هو الورم المستبطن في كوندروما، في كوندروساركوما في كوندروساركوما شايفين تكلسات كوندروساركوما في الوصلة الضلعي الفقري، في عندنا الأستيوساركوما العادية وإي الأستيوما التكلس الترابيقي. الضرب القشري علامة شائعة ولكن فائدته محدودة، تفرق من الآفات السليمة والخبيثة. يشهد تخرب الكامل الخباثات عليه الدرجوين مثل الآفات الغازية مثل الإيزوفينج جرانيولوما والهيدات النقي والعظم، يمكن أن يشهد التخرب المنتظم بالخباثات من خبوط الدرجة والآفات السليمة. يمكن أن يوجد كثير من بطانة العظم حول القشر، تقول العظمي سريعة مثل الحفل الميكي أو فيها من خطرك الخباثة، الانتفاع بالونينك
كانت تقول انه آفة ناسخة العظم والشكل الخاص من التخرب القشري التزاما في التخرب القشري البطاني مع البناء العظمي المحيطي المؤدي الى التوسع. هنا تخرب قشري غير منتظم في ساقين عظمية. تخرب قشري مع ارتكاز استنطاقي غزير. ارتكاز استنطاقي غزير في مساقون. إذا وضحت حدود توسعنا وتخرب قشري منتظم محافظة بقاء مستمرة من العظم. من أثناء من الفتار العظيم آفة غازية موضعية مع تخرب أشياء الوسط المحاط طبقة رقيقة متقطعة من العظم. هنا الانتقال عريض بين المنطقة المؤلفة وبين المسيط السليم في غزو في تخرب عظيم. هنا آفة خبيثة يبدو القشر العظمي شبه طبيعي في الأورام الخبيثة الصياد الخلايا يمكن فوما الساركوم العظمى الساركوم العظمية صياد الخلايا. على الرغم من حدوث تنشئ منتشرة ضمن الأقنية الهافرسية فتكون كل دوام كبيرة مع عدم ظهور أي تخرب عظمي. يمكن يكون المرم الساتو ضمن البنية العظمية وعدم امتداده للخارج. الشعاعية تكون سليمة شعاعيا بينما تكون فرعي بعض الرنين والمعطيسة. الفئات العظمية السليمة أي بليفي قشري نايبرس فارتيكو ديفكت قشري بليفي أفحالة محددة الأوضاع محددة الحواف حجمها صغير أصغر من 1.5 يحدث أي من غالب من فوق سنة 30 تظهر في منتصف كبدوس الطنبوب أفاس السليمة وقنية الأهمية. ورم الليفي غير معظم نون اسمين فيه من أشعة الأورام نشوفها تحت سنة 30 وبالعظام الطويلة وقبل أو أعلى غروف النمو وبقى نافخ العظم محدة الحواف مصلبة الحواف غير المركزية. رقم الليفي غير المعظم يعني المعظم وفي غير المعظم الشافي محدة الحواف ولكنه مصلبة الحواف يتسلب في مرحلة الشفاء. سوليتري بونسيست أو كيسة الدم كيسة العظم البسيطة بونسيست آفة حالة العظم محددة الحواف ومصلة الحواف أصغر من 30 سنة لا عرضية علاجها جراحي أحيانا يكون سبب كسور مرضية شو مكان من العضد والفخذ سيتي تميزها بين الفينسينج فايبروما المغاية تميزها عن كيسة أم الدم العظمية التي تشكل سوية دائما كيسة أم الدم العظمية الميزة لها تشكل سويات سائلة منها تقرب كيسة أم الدم كيسة بس لها كسر مرضي مثل ما شايفين من بونسيس بدايه المؤسس في عظم العقل يتم عظمي انيوريزم بونسيست هو انيوريزم البونسيست
يكتبون يكتبون ABC تميز الكثافة عم يقطش الصوت حكيم النت شوية لك. كيس لأم الدم العظمية منظر كيسة أنيوريزم بوتسيسك أو كتير شبونا بالمراجع يسمونها الABC منظر مميز برانين صراحة مثل السائلة ضمنها علامة سبوت دايجنوز مشخصة يوم ذات الأنيوريزم بوتسيسك الطبقي ممكن نشوف بقايا ترابطية بعد انحلال عظم الله سلامة القشرة السليم لأم الدم نضعها أيضا العظام الطويلة إذا وضع النواة معترضة للفقرات تدخل بالشهر التفريقي من قائل إذا أي أسباب الفقرات أول ما نشوف بالمقال الاستيوبلاستوما ورم مصنع للعظم بنمط نمو غازي كورم سليم غازي موضعيا يشمل نسيجيا الورم العظم الأضمان لكنه أكبر حجما يتألف من نحمة جيدة التروية مع ترابط من داخل مع العظم العظام من المتعظمة والإسفنجية قد ثلاث رواه كتلة نسيج رفو شائع نقص بعد العلاج إنه هو ورم سليم يحدو حدونه ورم خبيث شيوع التوضع يعتبر ورم نادر 1 بالمليون عظام عظمية البنية والساركوما أشع منه 20% مرة أما الورم العظمي العظماني فهو أشع ب4 مرات أشع توضعته العمود الفقري 40% مثل العظام الطبيعي في توضع في الجسم 75% من الحالات وفي الكردوس 25% آفة حالة رعاياً هي آفة حالة واضحة الحدود قشرية متوسعة قد اترافق مع غزو العظم وترابيق اترق القشرية مع اختراق القشرة دون أن يصاب القشرة نسيجياً أصفر بسيطة آفة جغرافية واضحة الحدود بحجم 5 سنتيمتر سيتي أكثر فائدة من الصور بس ذا كشف التكلسات الخفية تقييم غزو العظم الإمارات تميزة عن نقائل وتقييم غزو العظم والتكلسات كيف تبدو التكلسات فيها صورة عن السيتي قد نحتاج السيتي والإمارات لكشف التكلسات الخفية التي تبدو مظهر قشر البيض التكلسات بيضوية تشبه قشر البيض مع الارتكاز استمحاق السليم فرن طبقي أفضل من صور بسيطة لكشف التكلسات هذا هو الورم الأستيوبلاستوما شايفين الأستيوبلاستوما يكون الجسم الفقري يتكلف بجميع التكلسات الشمس التفريغية تراب غالبا مع وذمة واسعة حول الورم ضمن العظم والسدور وخمح يطلق يمكن تسبب الالتباس في مظهر الورم مع الأورام الخبيثة الورم من جينسن تيومر شايفين جينسن تيومر ورم غازي موضعيا المظهر كلاسيكي في العظام الطويلة مظهر فقط تظهر فقط بعد انغلاق صفائح النمو تبعد عن السطح المفصلي للعظام الطويلة مسافة 1 سنتيمتر آفة حالة واضحة الحواف آفة جانب مركزية شايفين آفة جانب مركزية هي مركزية من زاحل الجانب أكثر تكون كبيرة وتكون في معظم الحالات
جاورة وضروب النمو. أنا شايفها بالضنبوب بشكل كثير. خصائص العامة: منطقة انتقال ضيقة أي محددة الحواف، محددة الحواف بدون تصلب، انتكاس حلقي منتشر أو ضعيف 35% من الحالات، كتلة نسج جراحية مرافقة غير شائعة، لا تكلس مرافق قد يؤدي إلى كسر المرضي. المظهر على الرنين في الزمن الأول المحيط له إشارة منخفضة، المركبة الصلبة منخفضة إلى متوسط الإشارة تبني تعزيزا بحقن المادة الضنينية يفيد في تمييز الجنس التيومر مع الـ ABC الـ ABC غير المختلط. يبدي نقيل عظم أو يجاور بعض تعزيز. كثير يفيد الرنين بتمييز الجنس التيومر عن نيورزين بون سيست. الزمن الثاني إشارة عالية مختلفة في مناطق ذات إشارة منخفضة بسبب الهيموجيدرين أو التليف. في حال وجود مركبة ABC يمكن أن نلاحظ السويات السائدة. تعزيز المكونات الصلبة في هذا الورم يفيد في تمييز الـ ABC. المظهر على الومضان يبدي زيادة امتصاص على الصور المتأخرة ولا سيما في المحيط، أما في المركز فيبدو ضعيف الامتصاص أو قبض المادة المشعة. زيادة الفعالية الدموية عن نسج الرخوة يمكن أن يرى في الأنسجة المجاورة. التصوير الوعائي الأنجيوغرافي يجرى عادة قبل عملية التصميم حيث يظهر الجنس التيومر مفرط التوعية بثلثية الحالة الوضع في التروية أو غير موعى في الثلث المتبقين. إذا ممكن إذا كانت التروية غزيرة يقلدنا الوينج ساركوما. الوينج ساركوما كمان التروية غزيرة، ولكن الوينج ساركوما نمط التعزيز من النمط الخبيث من النمط التعزيز. جنس التروية في النظام مسطحة في الحوض في هذا الورم في العظام السطحية يختلف عن في العظام الطويلة، لا يتاخر السطح المفصلي قد يحوي حواف مسلمة. لما ورم يعتبر جانب مركزي أو استنحاق البطن، التوضع لأجل قدوز العظام نظر لمن شاهد الأورام الذي يعود إلى صفائح النمو وقل شاهد في جسم العظم كذا شائع أيضا ولكنه نادر. أن توضع في أماكن أخرى يبدو متوسعا المكان الوحيد الذي تظاهر فيه هذا الورم بدون تكلسات هو السلاميات. من يمكن الورم الشمال السلاميات فهو بدون تكلسات، ولكن بشكل عام وجود التكلسات ضمن أي ورم فورا يوجهنا نحو الأورام الغضروفية. دائما مش بالتكلسات في الورم حط كوندروما. حسب الصفات الثانية تحط إن كوندروما تحط ساركو كوندروما وستيو ساركو كوندروما. المظهر الانكتروما على الرنين مهم من أجل تقييم النسج الرخوي وتأكيد التشخيص. يبدو هذا الورم كتلة محددة ومفصصة توضع في النقي، إذا هو انكتروما جانب مركزي أو في الانكتروما يعني كأنك قلت في استنحاق الباطن أو في قناة نقي العظم. الزمن أول إشارة منخفضة من متوسطة وتعزيز متنوع أظهر محيطين أو بشكل حجب. الزمن الثاني إشارة عالية خلفية أو بؤرية في مكان التكلسات، لا وجود لوذمة
النقي أو النسج الرخوة، المظهر على رمضان زيادة امتصاص واضح المادة المشعة في هذا الورم، وتكون مكثفة في حال كسر مرضي خفي أو توسع قشري في العظام الصغيرة. التشخيص التفريقي تمييز هذا الورم عن الساركوما العظمية منخفضة الدرجة، إذن يقلد الساركوما العظمية. داء أولير ديسيز، أورام وظروفية مستقطنة سلمية متعددة، كلمتين تحدث في السلاميات، هذا يسمون داء أولير. إذا إنكوندرومات متعددة، إنكوندرومات متعددة متلازمات مافوتشي، عبارة عن أورام وهائية سليمة مع أورام وظروفية مستقطنة سليمة. إذا مافوتشي بنشوف اثنين أورام سليمة وعائية هيمانجيومات أو أورام إنكوندروما، وين؟ في السلاميات. في السلاميات تظهر تكلسات هنا بأشكال متعددة نقطية تعني نتيجة رضع الورم الوعائي، أو قلنا سواء تكلسات وريدية، تكلسات ناتجة عن كسور الثانوية في الورم أو ظروفية المستوطن. ورم وظروفي أرومي كوندروبلاستوما، كوندروبلاستوما آفة محددة الحواف مع محيط أملس أو مخصص، أحواف رقيقة مصلبة توضع بشكل جانب مركزي في مشاش العظام الطويلة عض البنبوب أو في النواتئ العظمية المدورة الكبيرة للفخذ. تكلسات داخلية، دائما التكلسات الداخلية مميزة للأورام الظروفية، ترافق مع انصباب مفصلي في كثير الحالات، حجم يترافق 1-2 سنتيمتر، أشعة 3-4 عند التشخيص من الورم الظروفي الكوندروبلاستوما. على الطبقي، المقاطع العرضية مفيدة جدا في معرفة علاقة الورم مع صفائح النمو والسطح المفصلي. ارتكاس الحلق المصلب، التكلسات الداخلية 50% من الحالات يمكن مشاهدة التقوى العظمي على الرنين، يمكن مشاهدة امتداد ورم عبر القشرة والمشاش، كذلك الوذمة المرافقة التي تحدث في معظم الحالات. من الورم ناقص لمعتد الإشارة في الزمن الأول، ومعتد لعرف إشارة في الزمن الثاني، معناها في الورم الغضروفي بشكل عام. الورم الغضروفية غنية بالماء، وذلك نشوفها نقص على الزمن الأول وعالي على الزمن الثاني، عالي إلى معتد ومعتد إلى عالي. أورام وظروفية الورم الليفي المخاطي الغضروفي كوندرو ميوكسيد فيبروما 1%، أفا حالة وضع محدثة الحافظة، توضع كوندروسي الغالب من المتلبة تجاه المشاش، أفا مخصصة كان مركزي محور الطولاني وازي محور العظم، لا ارتكاس الحق إلا عند حدوث كسر ثانوي، حواف مصلبة 52% هذا تحدث تحجب الترابيق، ونشوف تكلسات في اللحمة. المرمى موجودات غالبا غير نوعية، ونشوف في الزمن الثاني إشارة عالية والزمن الأول إشارة منخفضة. في 70% من الحالات يظهر تعزيز عقيدي محيطي، وفي بقية الحالات يظهر تعزيز منتشر متجانس أو غير متجانس، يبدو لي عالية التربية، وذلك تعطي منظر تعزيز مثل تعزيز الهيمانجوما. بشكل عام غنية بالسوائل، وذلك عالية على الزمن الثاني وناقصة منخفضة على الزمن الأول، رغم أن المعلومات الرنين غير كافية. رمضان تظهر علامة الدونات وهي غير نوعية، وتظهر في عديد من الآفات العظمية. هذه الأورام تمتد من الكبدوس إلى المشاش، وهذا ما يميزها عن
الأسبوع فإني مميز مع المرأة من خلايا العطلة هي الحواف المصلبة. شكراً المعروفة اللي فيه إن شاء الله قبل تنين الساعة 9 عندنا شباب مع 15 لايد من ورشوية هيكون نظام أمريكي. أنا محدد لك اسم العضو، ممكن أقول لك شو نوع هاي الصورة شو اسم العضو المشار إليه، وأنت تجرب تختار واحد من الإجابات A B C D. أن يكون 15 سلايد، كل سلايد عليه علامتين. أتمنى لكم التوفيق. حدا عنده أي سؤال؟ حكيم، الموجودات المرنان والطبقي يعني ما بنحفظوا هذول، يجي منهم بالامتحان صعبين كأنه ما كل شيء حكيناه بالمحاضرة هنا بنحكي معنا، في شغلات حكيناها وفسرنا فيها شوية. قلنا لكم مثلا الأورام الغضروفية بشكل عام غنية بالمياه، وأي شيء غني بالماء فيكون منخفض على الزمن الأول وعالي على الزمن الثاني مثل إشارة الماء. فبعض الشغلات ممكن تنفهم معنا وتنحفظ معنا. ماشي، هذا كثير صعبة أنتم طلاب أنتم تحفظونها لأنه أنتم طلاب، لأنها هي مسؤوليتكم. احفظ أدوية، أخي إذا أخذت أدوية احفظ علامات شوية، صح ولا لا؟ إيه صح حكيم، بس يعني الأورام هيك بيشبهوا بعضهم كلهم كأنه يعني في أورام في علامات مميزة. معلش بدنا نميز، كيف بدنا نميز بين الطلاب إذا بنجيب كل شغلات سهلة؟ بدنا نكون أسئلة متوسطة، أسئلة صعبة وأسئلة سهلة. أتمنى لكم توفيق شباب. حد عنده أي سؤال؟ دكتور هيك خلصنا النظري؟ هيك بكون اليوم خلصنا النظري؟ النظري لسه محاضرتين، تمت مقارنة الآفات العظمية وجاب المفصل وخالصين. جاب المفصل ضروري لازم أخذه. في الكسور حكيم؟ ها؟ في الكسور؟ هو الكسور بس عندنا محاضرتين، بس عندنا دورة خبيثة إن شاء الله. وعدنا التهابات المفاصل، نجد نعطيك محاضرة نقرر عليكم واحدة معلش نمون عليكم. ماشي؟ إن شاء الله إن شاء الله. نعطيكم العافية شباب. الله يعافيك.